حلمت في المنام ورأيت أني أشرب الدخان أنا وأخي ونحن ليس نشرب الدخان، وثلاث ليال حصل ذلك، حصلت تلك الرؤية وتكررت، أفيدونا جزاكم الله. إذا رأى الإنسان ما يكره أو من الشيطان رؤية أنه يشرب الدخان أو أنه يشرب الخمر أو أنه يزني أو أنه يطأ أمه أو أنه يطأ أخته أو أنه يلوط أو ما أشبه ذلك، إذا رأى هذه المرأة المكروهة فهي من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدهم ما يكره فليمكث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره. النصيحة لك يا أخي وأشباهك ممن يرى ما يكره أنه إذا استيقظ يمكث عن يساره ثلاث مرات، يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنب الآخر فإنها لا تضره ولا يكبر بها أحدا. هذه السنة يكفي. وفق الله جميعا، والله وسلم على